سمير لما هذا. بيستعين علشان يعالج الروحانيات بتزيدك رهقا يا دكتور؟ لا طبعا، اللي بيشتغل بالجن السفلي بيأذي الجن السفلي ده، اللي بيشتغل بيه الجن العلوي والاعلى والاعلى ما بيأذوهوش، لان دول بيشحنوه بروحانيه عاليه وبيبقى فيه حرس موجود معاه ما يأذوهوش. بتندهم باسامي يا دكتور سمير؟ طبعا من لهم اسامي كتير. يعني طب جن اعلى يعني جن مسلم ولا مش شرط يكون على الديانه الاسلاميه؟ مسلم ومؤمن بالله. لكن اللي بيشتغل بالجن السفلي بيأذيه ان هو بياخد من الروحانيه بتاعته يوطيها. طب يا دكتور لو افترضنا ان جالك حاله لشخص غير مسلم من اي ديانه اخرى؟ يا ما عالجت اجانب كتير ومسيحيين كتير ومن مصر ومن بره. مفيش طائفيه يعني في الموضوع. اللي بيشتغل بالجن السفلي بيعمل اعمال موجود في كل العالم. مش بس عندنا، امريكا واوروبا واسيا كله وافريقيا كله بيشتغل بالجن السفلي. لكن اللي بيقدر يطرد الجن السفلي ده قليل جدا. عشان كده تلاقي واحد بيشتغل بالجن السفلي يقول انا بقدر اشيل ويزود الجن السفلي اللي عليه. فبيأذيه. لكن المعالج الروحاني اللي بيشتغل بيه خدام القران واعلى واعلى. يعني ايه خدام القران لو سمحت لي؟ عايز اعرف المصطلح ده، ايه خدام القران؟ لمعلوماتك يعني خدام القرآن من الجن العلوي والملائكة وأعلى وأعلى وأعلى. لا يعني إيه خدام القرآن؟ أفهم المصطلح ده. عايز لكل حرف من حروف القرآن له خدام. سيدنا النبي كان يجهله بقى، ما هو ما قالناش، يبقى ما كانش عارف. يبقى حضرتك جئت بعلم عن القرآن لم يكن يعرفه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن لم يأتي لهذا يا دكتور. القرآن كتاب هداية يا دكتور، منهج سلوك اخلاق. اكمل علم. طيب كلامي اتفضل. انت عمال بتتكلم ساعات. لا لا ده بين قوسين بس. الله. اتفضل يا اما اقول يا ما اقولش. لا لا اتفضل قول. لكل حرف من حروف القران له خدام، ملايين ملايين. الخدام دول ممكن الواحد يستعين بيهم. معلش انا اسف هنا لازم اقاطع، ده دين وعقيده، ده دين وعقيده. اللي فات ما كانش دين ولا عقيده، ما يهمنيش. هنرجع لك طبعا يا فندم. انا اسف معلش، انا عايز اعرف لما يقول لي القران كل ايه كل حرف ليه خدام يجيب لي نص دليل. طب ما احنا هنسمع ونسمع تعقيبه على كلام حضرتك. انا بقول لحضرتك السؤال عشان تقوليه لي. مع حضرتك اتفضل دكتور سمير. معلش طول بالك معانا. لو سمح، هل لما انت بتتكلم هل بقطعك؟ لو قلت حاجه غلط اقطعك. بقطعك؟ لا ما قلت حاجه غلط في الدين. دكتور سمير اتفضل المحادثه. انا اسف. نكسب وقت الموضوع بتاعنا ونسمع من حضرتك اتفضل. نعم نكمل كلام حضرتك. السؤال لو سمحت اجاوب عليه وناخد اجابه على سؤال. على ايه السؤال دكتور سالم؟ من اين اتيت بان لكل حرف في القران ولا ايه خادم؟ عايز نص نبوي ولا قران؟ الشيخ سالم خلاص. سؤال واضح؟ واضح السؤال عندنا دي. لا انا عايز اعرف الاجابه او يسحبها. نديله بقى وقت يعني. ما اسحبش حاجه، الكلام بقول هو صح، اي كلام تاني بيبقى غلط. حضرتك كل واحد هو السؤال معلوماتك معروف منين؟ معروف بالابحاث الروحانيه ان في خدام للقران. يعني مثلا ممكن عندك واحد الهاله بتاعته مفتوحه، ممكن باستخدام سوره الاخلاص بتقريها عدد معين بتقفلي الهاله دي ومحدش بيعرف يعملها الا اذا واحد عارف الاسرار دي. والاسرار بتتعرف منين؟ طرد الجن السفلي بايات وصور معينة من القرآن بعدد معين بترتيب معين تقدري تطرد الجن السفلي. طب ما دكتور معلش المعلومات دي يعني بتيجي للشخص المعالج منين؟ حاجة اسمها أبحاث روحانية. للي عنده شفافية وروحانية عالية بيقولوا ملوك وبيقولوا له الكلام دوت. بيقولوا ازاي؟ هل نبينا عليه الصلاة والسلام بيقولوا ازاي؟ عن طريق الكلام أو عن طريق الجلاء الحسي، بيحطوا له في مخه الكلام الصح. وفي ناس كتير ما بتعرفش الكلام ده كده. الناس مش عارفه ان في خدام للقران. وفي كتير قوي ناس بيقعدوا مثلا شيوخ في اي حته ويقول انا بقدر اعالج، لكن هو ما بيعالجش، بيقعد يقرا ايات قرانيه ويبقى جن قاعد موجود مع الانسان. لان في شروط ازاي تطرد الجن وازاي تعالجه وازاي تقفله. ايه الشروط دي يا دكتور؟ ايه الشروط دي؟ الانسان نفسه لازم يبقى عنده روحانيه عاليه عشان يقدر يستخدم الملوك اللي معاه لطرد الجن السفلي ده. لما يطردهم ويحبسهم يقدر ان هو بعد كده بيشحنه بروحانيه اللي هي وطيت من تاثير الجن السفلي
وبيقدر ان هو يعيش بعد كده كويس. وهل ممكن الروحانيات العالية دي متاحة لكل الناس يتعلموها يعني؟ ولا هل دي حاجة أولا استعداد من صغره، موهبة بيديها الله سبحانه وتعالى للإنسان، مش لكل واحد، مش كل واحد بيقرأ له كلمتين من القرآن لكن فيها جزء دراسي أو آية أو سورة وبيقول أنا معالج روحاني. هو موهبة أهم حاجة. موهبة دكتور قال إن أنا عندي جزء من الموهبة. هي الأخت عندها شفافية عالية في الصغرى، بتشوف وتسمع الجن. في ناس بقى تقول ما فيش كلام فارغ ذاكرة لا جن ولا كمان. ما هو بقى دي آخر حلقة معاكي. إذا لو أنا ما آمنتش بالموجود في القرآن هي شخصية الجن والملائكة، يبقى لازم يبقى أنا مش مؤمن صح. أؤمن بكل الموجود في القرآن، إن ده كلام الله سبحانه وتعالى. في ناس بقى تقول ما فيش حاجة اسمها جن ولا سحر ولا أعمال ولا زي ما اللي كان بيتكلم ده. لأن ده بيبقى ضربه جن سفلي، يخليه يبعد عن إن هو يشوف طريقة إن هو يطرد ده. وفي ناس ما تقدرش إن هي تمنع دخول الجن السفلي عليها، زي اللي عنده مثلا شفافية عالية، دي بتأذي ناس كتير. في ناس فرحانين بيها إن هم بيستخدموها لضرر الناس. القلب والمحبه والحاجات زي ده كله استخدام جن سفلي مش جن علوي.